ويجتهد في الابتعاد عنه جهد المستيقن بإمكانية ذلك. لكن لبعض الفئات تكون أكثر درجات الراحة بالنسبة لهم هو ما بات يوصف بالموت الرحيم، حقنة فنوم، فنوم عميق لا استيقاظ منه. Obrigado, senhora deputada. Para responder, tem a palavra o senhor deputado André Coelho Lima, por favor. Em 2017 e 2018 promoveu uma profunda discussão sobre a despenalização da morte assistida. Obrigado, senhor deputado. Está-me correto. جدل كبير تعيشه البرتغال هذه الأيام بعدما وافق البرلمان البرتغالي على قانون يجيز الموت بمساعدة طبية. خلال السنوات الماضية حدثت حوادث عدة سلطت الضوء على هذا القانون المثير للجدل، وذلك من خلال توسلات لعدة أشخاص يعانون من أمراض مستعصية أنهكهم المرض فاستسلموا له وخرجوا بدعوات ومناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجازة الموت الرحيم. وينص القانون الجديد على أن الحق في اللجوء إلى الانتحار بمساعدة الغير يقتصر على البرتغاليين البالغين المقيمين في البلاد الذين لديهم معاناة قصوى وأضرار جسدية دائمة أو مصابين بمرض مستعص، ويجب على المريض الحصول على موافقة أطباء عدة على طلب إنهاء حياته بالإضافة إلى طبيب نفسي في حال وجود شكوك إزاء قدرة الشخص على القيام بخيار حر ومستنير. وعندما يحين وقت التنفيذ على الطبيب التأكد مرة أخيرة من رغبة المريض في إنهاء حياته بوجود شهود. وعلى الرغم من معارضة فئة شعبية واسعة للقانون ومعارضة 78 نائبا في البرلمان عليه، إلا أنه حاز موافقة 136 نائبا لتصبح البرتغال البلد الأوروبي الرابع التي تسمح بالقتل الرحيم عند دخول التشريع حيز التنفيذ. تعتبر البرتغال آخر البلدان التي أقرت هذا التشريع، سبقتها اللوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا التي شهدت العام الماضي فقط 2300 حالة للموت الرحيم. يقول الطبيب إيف دولوخت أحد الأطباء البلجيكيين ممن يقومون بهذا النوع من القتل: نحقن مادة في الوعاء الدموي للمريض وفي غضون دقيقة وأقل ينام ثم يموت. ويضيف إيف دولوخت الذي يقوم بهذا النوع من القتل مرة واحدة في الشهر: هي عملية مهمة وصعبة للغاية ولها تأثير عاطفي كبير. يجب أن نتقبل أننا لا نستطيع معالجة كل الأمراض، وهنا تكون مهمتنا التخفيف عن المريض. ويمكن إجراء عملية القتل الرحيم هذه في مؤسسات للهيئة الصحية الوطنية أو في أي مكان آخر يختاره المريض، شرط أن تتوافر فيه الشروط السريرية ومستلزمات الراحة الملائمة.